السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع. درسنا لليوم هو درس المحفوظات بعنوان أنا الأردن للشاعر سليمان إبراهيم المشيني. سوف أبدأ أولاً بقراءة القصيدة ثم نتعرف معاً على أهم المعاني والأفكار الواردة فيها. أنا والمجد والتاريخ والعلياء والظفر رفاق منذ كان البدء والإنسان والعصر. من سمائي شاع نور الحق يهدي البشرية، من ربوعي سار ركب الخير ركب المدنية، أنا الأردن. ضرب الأمثال شعبي بالشهامة، يحمل الفأس بساعد، يرفع الرمح مجاهد، يتحدى الوهل صامد. صغى نصر العرب في يوم الكرامة، أنا الأردن. ملء عيني لخلدي آثار العظيمة، الفنون الخالدات والقصور الرائعات والقلاع الشامخات تروي عن أمسي وأمجادي القديمة. أعزائي الطلاب، بعد أن انتهيت من قراءة القصيدة سوف نقوم بالتعريف بالشاعر. الشاعر هو سليمان إبراهيم المشيمي، هو شاعر أردني. إذن الشاعر هو سليمان إبراهيم المشيمي، شاعر أردني. ولد عام 1928 ميلادي في مدينة السلط، وتوفي في عام 2018 ميلادي. عمل موظفا في الإذاعة الأردنية، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرها العام. من أهم مؤلفاته المسرحية بطل من أوراس، ومن أهم مؤلفاته الشعرية ديوان صبا من الأردن الذي منه أخذت هذه القصيدة. أعزائي الطلاب، القصيدة قصيدة أنا الأردن من نوع الشعر الحر. إذن ما نوع الشعر في قصيدة أنا الأردن؟ الشعر الحر. أعزائي الطلاب، القصيدة عبارة عن مقاطع، وهذه المقاطع مكونة من أسطر شعرية. إذن قصيدة أنا الأردن من نوع الشعر الحر، وهي مكونة من مقاطع، وهذه المقاطع مكونة من أسطر شعرية وليس أبيات مثل القصائد الأخرى. سوف أنتقل الآن إلى المقطع الأول وسنتعرف معا على أهم المعاني والأفكار الواردة فيه. أنا والمجد والتاريخ والعلياء والظفر رفاق منذ كان البدء والإنسان والعصر. المجد نعني به علو الشأن، العلياء الرفعة، الظفر النصر، والرفاق الأصحاب، والعصر الأزمنة. أعد: المجد علو الشأن، والعلياء الرفعة، والظفر النصر، والرفاق الأصحاب، والعصر الأزمنة. هنا الشاعر يتحدث عن الأردن، ويتحدث أنه بلد العزة والمجد، وبأن له تاريخ عريق، فهو وطن النصر والشرف، وأن المجد والتاريخ والنصر هم رفاق للشاعر منذ بدء التاريخ. إذن هنا الشاعر يتحدث عن الأردن بأنه بلد العزة والمجد، وبأن له تاريخ عريق، فهو وطن النصر والشرف، وأن المجد والتاريخ والنصر هم رفاق للشاعر منذ بدء التاريخ. أما الآن سوف أكمل شرح المقطع الأول. من سمائي شاع نور الحق يهدي البشرية، من ربوعي سار ركب الخير ركب المدنية، أنا الأردن. شاع بمعنى سطع وظهر، الربوع أنحاء الوطن وإرجاؤه، راكب أي الموكب والقافلة. إذن شاع سطع وظهر، الربوع أنحاء الوطن وإرجاؤه، راكب أي الموكب والقافلة. هنا قصد الشاعر أن الأردن هو مصدر للهداية وإحقاق الحق،
وأنه يشع النور ويلجأ إليه كل من يلتمس الحق والخير. إذن الأردن هو مصدر للهداية وإحقاق للحق، وأنه يشع النور ويلجأ إليه كل من يلتمس الحق والخير. كما تحدث الشاعر على أن الأردن هو بلد الخير، وفيه كافة مظاهر الرقي العلمي والأدبي والاجتماعي، فأصبح ملهما لكل من أراد التقدم والتطور. أحسنتم. سوف أنتقل الآن إلى المقطع الثاني. ضرب الأمثال شعبي بالشهامة، يحمل الفأس بساعد، يرفع الرمح مجاهد، يتحدى الوهلة صامت. سنتعرف الآن على أهم المعاني في هذا المقطع. الشهامة يقصد بها العزة والترفع. ساعد أي جزء من اليد ما بين المرفق والكتف. الرمح آلة حربية. مجاهد هو مقاتل في سبيل الله، يتحدى يواجه ويقاوم، ويتحدى الوهلة صامت، الوهلة الفزع والخوف. إذن الوهلة الفزع والخوف، يتحدى يواجه ويقاوم، مجاهد أي مقاتل في سبيل الله، والرمح آلة حربية، والساعد هو جزء من اليد، والشهامة العزة والترفع. هنا يتحدث الشاعر عن شهامة الشعب الأردني وحسن إكرامه وإحسانه للضيف، وأنه مثل في الشهامة والنخوة. إذن هنا يتحدث الشاعر عن شهامة الشعب الأردني وحسن إكرامه وإحسانه للضيف، وأنه مثل في الشهامة والنخوة. كما واصل الشاعر حديثه عن شعب الأردن وبأنه يمتلك الهمة العالية والبأس والصمود في وجه التحديات. إذن وأكمل الشاعر حديثه عن شعب الأردن بأنه شعب يمتلك الهمة العالية والبأس والصمود في وجه التحديات. أما الآن سوف أكمل شرح المقطع الثاني. نصر العربي في يوم الكرامة أنا الأردن، صاغ بمعنى صنع، هنا ذكر الشاعر إحدى البطولات التي خاضها الجيش الأردني، وهي معركة الكرامة، حيث انتصر فيها الجيش الأردني على العدو الصهيوني الإسرائيلي. كما تحدث عن شجاعة الشعب الأردني وتحديه للخوف والفزع في مواجهة العدو. سأنتقل الآن إلى الأفكار الواردة في المقطع الأول والمقطع الثاني. الفكرة في المقطع الأول الفخر بالأردن ومكانته على مر الزمان والتغني بالأمجاد. أما الفكرة في المقطع الثاني الفخر بالشعب الأردني الباسل وتضحيات الشعب وأعماله البطولية في يوم الكرامة. أعزائي الطلاب، يبقى لنا المقطع الثالث، سوف نقوم بشرحه في الحصة القادمة مع إكمال والقيام بحل أسئلة المحفوظات. ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.